اخواتي اخواني، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه مطبخ فاطمه. اذا اليوم ان شاء الله غادي نقدموا سلطه ديال الشوبه الروسيه بالسردين. لاجل هذا الغرض فغادي نحتاج جوج ديال البربات صغار او لا وحده كبيره، يعني نكونوا سلقناها وحكيناها. غادي نحتاجوا هنايا جوج حتى ثلاثه ديال البطاطات حتى هما يكونوا مسلوقين في الملحه وغنحكوهم في الحكاكه، وكذلك هنايا ثلاثه ديال الخيزوات غادي نسلقوهم، يعني نفس المبدا وغادي نحكوهم. بالنسبه للحكاكه فحنايا يعني بالنسبه لهاد الخضر هادو تنحكوهم يعني في الجزء اللي الثقوب ديالو كبار. غادي نحتاجو هنايا جوج ديال البيضات يكونوا مسلوقين ومحكوكين. غادي نحتاجو السردين اللي غادي نكون يعني غسلته ونقيته مزيان، وكنخليه يترقد شويه في الملح والحامض ونفوره. الا ما كانش عندكم الوقت ممكن انكم تستخدموا يعني السردين اللي تتباع في يعني المعلب تكون في الحانوت. وغادي نحتاجو المايونيز. اذا بالنسبه للتقديم ديال هذه السلطه هذه فغادي يكون على الشكل التالي. اول حاجه تناخذوا يعني البطاطا ديالنا تنديروها من الاسفل، يعني كنديروا كوش ديال البطاطا. انا بالنسبه ليا فحطيت هذا المول هذا المربع غير باش يعني يحدد لي الشكل ديال السلطه ديالي. كما ممكن ديروها اما عاديه اولا تستخدموا اي شكل بغيتوه. يعني من بعد البطاطا غادي ندير السردين ديال اللي فورته وقطعتهم يعني مربعات. بالنسبه لهاد السلطه هذه فهي كتعتبر يعني من الاطباق التقليديه في روسيا. من بعد غادي ندهنوا بالمايونيز، يعني غندير واحد لاكوش من المايونيز بالطريقة هادي. نزيد شوية الآن غندير طبقة ديال البيض المسلوق. وهنا غنديرو خيزو اللي سلقناه في الملحة ومن بعد حكيناه في الحكاكة. بالنسبه لاخر طبقه كتبقى فهي الطبقه ديال الباربه، يعني غنحاول نستفوها بشكل متساوي على السطح ديال السلطه. اذا هنايا غادي نستمر تنكمل الباربه اللي عندي ونقاد السطح ديال السلطه ديالي وغندوزو باش نشوفو الشكل ديالها كي كيجي.
اذا بعد ما كنساليو يعني تستاف ديال جميع المكونات ديال السلطه ديالنا، فاحنا كنديروها في الثلاجه تتبرد حتى كنبغيو نقدموها وكنجبدوها، يعني نزينوها بالشكل اللي بغينا. بالنسبه لي انا هنايا فاختاريت انني نزينها بدوائر من الخيار وبالمايونيز، كيبقى هذا اختياري. كانت هذه هي سلطه الشوبه الروسيه بالسردين، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها وتخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.